نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والبركة في الوقت والعلم والعمل، وأن يثيبكم على هذا الحضور الطيب ويعيننا وإياكم على طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ونسألك اللهم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر الإخوة الكرام، الحديث هذه الليلة عن ذكر عشرة أسباب يحرص من ابتلي بشيء من السحر أو العين أو الحسد أن يأتي بها وأن يحافظ عليها ليتخلص بإذن الله تبارك وتعالى مما قد يكون أصابه. والمؤمن في كل أحواله وجميع أموره يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه عز وجل، فمن الله وحده يطلب العون والتوفيق والسداد وصلاح الأمر وحصول العافية وكل أمر يحتاجه ويفتقره ويفتقر إليه لا يطلبه إلا من الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قد يبتلى الإنسان بإصابة بشيء من العين أو حسد يؤثر فيه أو سحر أو نحو ذلك من الأمور التي دلت نصوص الشرع على أن لها تأثيرات حقيقية تصل الإنسان، فربما مرض وربما سقم وربما حصل له شيء من اللأواء ونحو ذلك. وعند حصول شيء من هذه الأمور تتفاوت توجهات الناس وتتباين طرائقهم في طريقة العلاج ووسيلة الخلاص وكيفية السلامة من هذه الأمور. وإذا كان الإنسان في نفسه قليل العلم وقليل البضاعة بدلالة النصوص والتوجيهات على ضوء أدلة الكتاب والسنة، وابتلي إضافة إلى هذا بموجه غير ناصح، فإنه يقع في أنواع من الخرافات وصنوف من الضلالات لا حد لها ولا عد. وكم يبتلى أقوام وأقوام بخرافات تروج بينهم وضلالات تدرج فيهم بسبب قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. والخرافة يتسع انتشارها اتساعا كبيرا عندما يكثر الجهل وتكثر الذنوب وتكثر الأمراض. فإذا كثرت في الناس هذه الأشياء كثرت الخرافة، وإذا وجد العلم الصحيح المؤصل المبني على الكتاب والسنة وجد الخير وتحقق الصلاة وتحقق الصلاح
وعمت الفضيلة وزانت أحوال الناس في دنياهم وأخراهم. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أنه عندما يبتلى بشيء من المرض أو السقم أو الشدة أو نحو ذلك، من نعمة الله عليه في هذه الحال أنه لا يفزع إلا إلى ربه ومولاه جل وعلا، ولا يلتجئ إلا إليه، كما قال الله سبحانه: ففروا إلى الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. فالله عز وجل هو الذي إليه المفر وإليه الملجأ وإليه المفزع، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن استعان بالله أعانه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى كان الله في عونه وحفظه وتوفيقه وتسديده. وكم يحتاج الناس في مثل هذا الزمان إلى توجيه سديد وإرشاد رشيد على ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيما لو أن الإنسان ابتلي هو أو بعض قرابته أو إخوانه بشيء من هذه الابتلاءات. والإمام ابن القيم رحمه الله تحدث عن هذه المسألة التي اجتمعنا لمدارستها ومذاكرتها حديثا جامعا نافعا مفيدا للغاية في كتابه بدائع الفوائد، عندما تكلم عن معاني قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فتكلم رحمه الله في تفسيره وبيانه لهذه السورة العظيمة عن الحسد وعن السحر وعن العين وعن الإصابة بها، ثم تحدث بكلام نافع للغاية لا تكاد تجده في موضع آخر عن الأسباب التي يفعلها من ابتلي بشيء من ذلك لكي يتخلص من هذا الابتلاء ولكي ينجو من هذا المصاب الذي ألم به. فذكر رحمه الله أسبابا عشرة عظيمة جدا يحتاج إليها من ابتلي بشيء من هذه الأمور: السحر أو العين أو الحسد، ليتخلص منها. وأذكر أن أحد الإخوة من دولة أفريقية جاءني مرة يذكر لي حال ابنه، وأنه من شهور ستة أصيب بشيء من هذه الأمور، يقول وهو الآن طريح الفراش من شهور ستة، مع أنه في شبابه. فقلت له أو فأحلته على كلام العلامة ابن القيم، وقلت: أولا تدرس أنت كلام ابن القيم دراسة متأنية وتفهمه فهما جيدا وتستوعب الكلام، ثم اتصل بابنك واشرحه له وترجمه له ووجهه لتطبيقه، وسترى بإذن الله تبارك وتعالى أثرا طيبا. واتصل بي بعد أيام قلائل يبشرني أن ابنه قام وذهب إلى كابينة الهاتف واتصل بوالده يخبره أنه لا يشعر بشيء. ومثل هذا كثير، والتوفيق بيد الله، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. والمسلم ينبغي عليه في كل حال من الأحوال
أن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى محققا العبودية له في تلك الحال. فأنت في هذه الحياة عبد لله تبارك وتعالى، ولكل حال من أحوالك عبودية، في حال النعمة عبودية الشكر، وفي حال المصيبة عبودية الصبر، وهكذا في كل حال من الأحوال تحقق العبودية التي تطلب منك في تلك الحال التجاء إلى الله وثقة به واعتمادا عليه وتوكلا عليه تبارك وتعالى، وقياما بطاعته سبحانه، ودعاء وتذللا وخضوعا ورجاء إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة التي هي سمة المسلم وديدنه في كل أوقاته. وكما ذكرت، ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بدائع الفوائد أسبابا عشرة يحتاج إليها من ابتلي بشيء من هذه الأشياء ليتخلص منها بإذن الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه وتسديده.